بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كوكيز بالشوكولاتة، حلو جدا وسهل وبسيط وبيرمي كتير، بيرمي كمية كبيرة يعني، حلو جدا للأطفال يقرقضوا فيها كده وهم قاعدين. يلا بقى نشوف هنعمله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، معانا كده المقادير بتاعت كوكيز الشوكولات. دلوقتي انا معايا 2.5 كوباية دقيق، كوباية سكر، ونص كوباية سمنة او زبدة، وبيضتين، وكيسين فانيليا، تمام. ومعايا كوباية شوكولاتة شيبسي، ومعايا معلقة كبيرة كاكاو خام، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة عسل، تمام. العسل بيبقى مفيد وبيدي كمان لون قوي. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط الاول السمنة. بسم الله، او لو عندك زبدة المتوفر عندك حطيه. بس كده هنحط كوباية السكر. بسم الله، هنضربهم سوا. كده هفضل اضرب فيه لغاية ما يبقى كريمي بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، بصوا يبقى كريمي ازاي معايا، بصوا حلو قوي، تمام. هنزل ايه دلوقتي؟ هنزل البيض، هنزل البيض كده بيضة كده. بسم الله، مادام قلنا بيض يبقى هنعمل فانيليا. لو عندك سايلة حطي. بسم الله ما شاء الله، هنضرب. ده بقى كويس قوي. هنضرب العسل الاسود. بسم الله ما شاء الله، بصوا بقى عامل ازاي، والريحه ريحه العسل اديته ريحه مميزه كده وجميله جدا. هنزل دلوقتي بالدقيق تدريجيا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله، وقلب. بسم الله، بس كده قلبي كده. هنزل بكوباية تانية. هنزل برضو بمعلقة البيكنج باودر. ما شاء الله المعلقة كبيرة ايه، كاكاو خام، واقلب كده. بسم الله ما شاء الله، حلو جدا جدا. عايزة تقلبي بايدك بالمعلقة براحتك. بصوا لون العسل مدي لون ازاي، جميل جدا، حلو قوي. كوباية تانية، نص كوباية عشان ما قدرنا تكون مظبوطة. بسم الله ما شاء الله، اقلب بقى كده. بسم
بسم الله كده خلاص عجناها كويس جدا. هتنزلي بايه؟ بنص كوبايه الشوكولات. تمام، بسم الله ما شاء الله عجنها كده. مش هنعجنها يعني، هنقلبها بس، انا مش عايزه الشوكولاته تسيح. تمام، جميل جدا. يلا بقى نشكلها في الصينية. بسم الله هنشكلها كده سوا. هجيب معايا الصينية. تمام، هشكلها كده قطع صغيرة لان هي بتنفش يعني. تمام كده صغيرة قوي. سيبي مسافات. تمام، سيبي مسافات كده كمل باقي الكمية عشان ما اطولش عليكي. بسم الله. دلوقتي انا عملته كور صغيرة كده لان هو هينفش، فلازم تسيبي له مسافة. تمام، وهننزل كده بالشوكلت. لو العجينة كانت سايحة اكتر من كده معاكي عادي برضو هتبقى ناجحة. تقدري تعمليها بمعلقة يعني، تشكليها كده بمعلقة شاي. تمام، مش مشكلة لو الشوكولات وقع، هي اصلا من جواها كمان فيها. تمام يا حبايبي، اهو نشكله كده اهوت. طبعا عندك البوتاجاز على 180، ما بتسيبهوش يعني بتاع 10 دقايق بس. تمام، وبتطفي الفرن. حتى لو هو طري قدامك فبتسيبيه، هو اما بيبرد بينشف يعني، بياخدش وقت في السوى ابدا. وحلو جدا وانضف من بره وارخص بكتير يعني. مكونات موجودة في كل بيت. بسم الله ما شاء الله. وكمان الاولاد بيحبوا اي حاجة فيها شوكولاتة بيحبوها. ما شاء الله اهوت. بسم الله ما شاء الله. نسويه بقى سوا ووراها لكم. تسيبي مسافات عشان لو ايه نفش كده واخد وضعه يبقى ايه عنده مسافة، عنده مكان. بس كده، نشوفه بقى بعد التسوية. بسم الله ما شاء الله. اهو معانا ما شاء الله عامل كمية حلوة. تمام، بصي حبيبتي انتي هتدوسي عليه هتلاقيه لسه طري، مش مهم، هو اما بيبرد بينشف. علشان ما يتحرقش منك اهم حاجة بصي الارضية بتاعته تبقى ايه حمرة كده. بس الشوكولاتة باينة فيه ازاي. اهم حاجة بس ان الارضية تكون محمرة كده. خلاص هو استوى. تمام، حلو جدا وعامل كمان صينية كمان يعني بيعمل كمية كويسة. هنشوفها مع بعض دلوقتي. الله ما شاء الله. وكده خلصنا مع بعض الكوكيز بتاعنا. حلو جدا تحفة، والريحة بتاعت العسل الاسود عاملة شغل جنان، عاملة ريحة حلوة قوي ويعني عاملة تغيير فيه. يا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة وكومنتاتكم الحلوة. يلا باي باي.